أهلا بكم في المحاضرة الأخيرة من استخدام الزوم في عملية التعليم عن بعد أو الـ Virtual Classroom أو الـ Virtual Video Conference Meeting. بص، أنا دلوقتي شغلت الزوم. إحنا دي هناخد بعض العدادات الـ Advanced، وهناخد إزاي أقسم الـ Breakout Groups بتاعتي. ده البرنامج السيستم بتاعنا بتاع زوم الرئيسي. أنا عندي هنا New Meeting، او ان انا جوين ميتنج لحد تاني. النيو ميتنج ده معنى كده ان انا هوستر، صح؟ هوست. جوين ميتنج هجوين لحد تاني، او سكيدول ميتنج، او شير سكرين. فانا ممكن اعمل ايه؟ نيو ميتنج دي انا لو دوست هنا جنبها هلاقي بيقول هنا ستارت ويز فيديو، فلو فتحتها هيجيب لي علامه الفيديو، معنى كده ان انا هيفتح بالفيديو بتاعي، تمام؟ او لو مش عاوزها، وفي الاوبشن ده يوز ماي بيرسونال ميتنج اي دي اللي هو بي ام اي، ده لو فتحتها كده معنى كده ان انا اول ما هدوس نيو ميتنج هيفتح لي بايه؟ بنفس الرقم الثابت اللي هو ايه؟ اللي هو انا مديه للناس الطلبه بتوعي اللي هم هيخشوا لي بيه، ده ثابت معايا، كويس. لكن لو قفلت يوز ماي بي ام اي ده ودوست نيو ميتنج هيعمل لي بي ام اي جديد، هيعمل لي اي دي للميتنج جديد لازم ابعته لهم. خلي بالكم الحكايه دي، ان انا لو ان انا طالما مدي للطلبه بتوعي الاي دي البي ام اي بتاعي، يبقى دايما اخلي دي اون عشان ما يقعدوش يدوروا، ابقى انا قاعد مستنيهم هم وهو فاتح لي اي دي تاني خالص، تمام. طيب انا ممكن اقول نيو ميتنج كده وافتح دلوقتي، او ان انا ابتدي اصلا الميتنج بتاعي مش بفيديو ولا من غير فيديو، انا هقول له شير سكرين، كويس. فشير سكرين دي اهو، وشير كمان الساوند من السكرين. هقول فكده انا هفتح الكور الحصه بتاعتي الطلبه بتوعي بشير على طول. شير سكرين ده يا اما انا بخشها من جوه الميتنج الجديد وبعدين اقول له شير سكرين، يا اما اخشها من بره خالص. لما اقول له من بره خالص، انا ساعتها بيقول لي طب الميتنج اي دي ايه؟ فانا هحط هنا الميتنج اي دي بتاعي اللي انا البي ام اي الرئيسي بتاعي ده انا حاطه، واقول له شير سكرين عشان الطلبه لما تخش تلاقيني واقف على سكرين، على شير سكرين، وايه ومستنيهم يخشوا، تمام؟ هنا بيقول لي عاوز ايه، هتعمل شير لايه، هتعمل لجوجل كروم ولا الباوربوينت ولا الديسكتوب كله ولا الوايت بورد. احنا هنا هناخد النهارده الحاجه الادفانسد الجديده، وهي ان انا هعمل سكرين شير للوايت بورد، كويس. فهقول له شير كده. انا عندي مانج بارتيسيبنت، بص، واحد بس اللي هو انا، تمام. انا دلوقتي هخش بالاكونتات الثانيه، هخش اهو بالاكونت بالجهاز اللابتوب الثاني. فهلاقي اول ما اخش هو هناك بيقول لي كونكتنج في الجهاز الثاني. انا كده طالب داخل على ايه، على المحاضره بتاعتي دي، على الميتنج اي دي اللي هو البي ام اي الثابت بتاعي، كويس. هو دخل دلوقتي، بصوا، او قال لي هون في واحد دخل، كويس. وادي لو دوست كده هيقول لي مين الناس، ها، هيقول الناس انا هو الهوست وده الجهاز، كويس. هخش برضو من التليفون، هقول له جوين ميتنج، وبيعمل لي كونكتنج برضو. وهلاقي على طول في ثانية واحدة ايه اهو، ياسر نكسس دخل، التليفون دخل اهو كمان. طيب احنا قلنا ان انا ممكن افتح الكاميرا لطالب بالطلبة، بس هفتحها فورسد يعني غصب عنه كده هفتحها؟ لا، هو اللي هيحصل ان انا اللي هقدر اعمله ايه، ان انا هقول له هنا افتح لي اسك تو ستارت فيديو. لازم ايه، ابقى يوافق انه يفتح فيديو. فهقول له اسك تو ستارت فيديو، تمام. هلاقيه بيقول لي في التليفون بيقول لي المحاضر عاوزك تفتح الايه الكاميرا. فهقول له طيب افتح الكاميرا، تمام. كده خلاص الطالب ده وافق انه يفتح الكاميرا. او ان انا زي ما قلنا قبل كده الاوبشن الثاني، ان انا اقول له اي طالب وهو داخل افتح له الكاميرا اوتوماتيك، او ما يخش يفتح الكاميرا، تمام، عشان ابقى مطمن ان هو قاعد وموجود والدنيا تمام، اوكي. ده كده ايه، ده كده البارتيسيبنت دول الطلبه بتوعي اللي موجودين اهم، تمام. طيب انا شايف هنا ايه، انا هو شايفين ايه، هم شايفين مجرد الايه هم شايفين ايه، شايفين الوايت بورد دي. فالوايت بورد دي فيها اوبشنز كتيره، ان انا ارسم سي، فانا كده ممكن ارسم
تمام. في الرسم نفسه ممكن اختار بقى خط تخين، اختار الالوان وهكذا، تمام. او ان اكتب كتابة، طبعا هما شايفين ايه؟ هما شايفين كل الحاجات دي، مش شايفين الحاجات اللي ورا دي كلها، شايفين بس الوايت بورد هو اللي ده مفتوح قدامهم، تمام. فممكن اكتب كتابة مثلا التعلم الذكي. بص وانا بكتب الكلام بيروح لهم، نفس اللي انا شايفه هو بيروح لهم هناك على طول، تمام. ممكن اعمل سبوت لايت، يعني دايما لما بحرك حاجه بجيب لي علامه معاها كده عشان تعرفني. ممكن ابقى عندي اريزر اللي هي الجمله امسح الحاجه. الجميل برضو ان السلكت دي لو باجي كده بيمسك الكلمه، اجي كده كل عنصر لوحده منفصل. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل دروينج نفسه، ممكن اعمل بقى مربع مستطيل، اختار بعد كده حاجه لا مليانه لون، اختار اللون بتاعها وهكذا. يبقى انا ممكن الوايت بورد هنا هتنفعني في حاجات بهذا ايه، بهذا الشكل. لو كان هنا الكورس بتاعي كان محتاج وايت بورد في الشغل، تمام. انا اقدر اقول له سيف للسكرين الوايت بورد دي، او ان انا اقول له كلير امسح ايه كل الكتابه اللي مكتوبه في الوايت بورد، كويس. وانا ممكن اقول له هنا ستوب شير. بص انا ستوب شير هنا عمل ايه؟ قفل الميتنج على الناس. ليه؟ لان انا كنت فاتح شير سكرين بس، فلما قفلت شير سكرين قفل الميتنج، كويس. انا دلوقتي هفتح اعمل له نيو ميتنج، وساعتها بقى لما اقول له شير الوايت بورد لما اقفلها ما يقفلش الميتنج، اللي ساعتها ايه هيبقى. ايوه بص بقى دلوقتي اهو، انا اهو كويس. طبعا مش جاي، انا فاتح قافل الكاميرا، فبالتالي مش جايب لي صوره. الجهاز ده قافل الكاميرا برضه فمش جايب صورته، وده التليفون اللي انا قلت له افتح الكاميرا، كويس. وهم البارتيسيبانت هم ايه الثلاثه دول، تمام. طيب اللي عاوزين نقوله دلوقتي جديد، احنا خدنا دلوقتي الجزء بتاع الوايت بورد، عاوزين ناخد البريك اوت رومز دي. البريك اوت رومز دي ان انا عاوز اخد بريك من الكورس، فهقول له قسم لي الناس بتوعي. هنا بيقول لي تو بارتيسيبنتس، هم اصلا اتنين، عاوز تحطهم في كام اوضه؟ فانا لو حطيتهم في اوضه واحده، تمام، يبقى في اتنين في الاوضه. لو قلت له في اوضتين هيبقى ايه؟ في واحد في الاوضه. طب تلات اوض هيبقى في من زيرو لواحد في الاوضه، طيب يعني هم كلهم اتنين، كويس. او ان انا اقول له في اوضتين مثلا ونقي لي مانيوال، يعني انقي الناس. طبعا دي بتفرق ايه؟ بتفرق زي ما قلنا قبل كده ان انا عندي 20 30 طالب داخل على الكورس بتاعي، فابتدي اقسمهم لجروبس صغيره واقعدهم مع بعض في اوض، كويس. فساي ان انا قلت له دلوقتي وان بارتيسيبنت بير روم كده، انا مش هقعدهم مع بعض، كويس. كرييت بريك روم. بص بقى حاصل هنا ايه؟ قال لي ان في روم بريك، ادي الروم الاولانيه ودي الروم الثانيه، كويس. وانا قلت له مانيوال، فمانيوال دي يعني لازم اساين طالب للاوضه، تمام، يعني هحط الطالب الفلاني للاوضه الفلانيه، كويس. او الافضل ان انا زي ما قلنا قبل كده انا اقول له بريك اوت رومز. انا كده هقول له ايه؟ هقول له خليها اوتوماتيك، شد ايه الناس اوتوماتيك. فقال لي ايه؟ انا عملت اوضه الاولانيه حطيت فيها ياسر نكسس، الاوضه الثانيه حطيت فيها الاس سي او، تمام. واوبن اول روم كده، انا كده ايه كل واحد خلاص ما بقاش شايف غير نفسه بس كده، كل واحد مش شايف غير نفسه. وانا كده دلوقتي انا كطالب دخلت في بريك اوت روم، كويس. انا كده بقيت بقى كل واحد قاعد لوحده، ما بقوش قاعدين مع بعض، يعني معنى كده ان هم ما يعرفوش يكلموا بعض في الوقت اللي انا ايه، في الوقت اللي انا بريح فيه، تمام. حتى هو كده هو قفل لي كمان الكاميرا بتاعتي وقال لي ايه، انت قاعد دلوقتي في اتنين روم، الروم الاولانيه فيها كذا والروم الثانيه فيها كذا. انا ممكن اقول له، ممكن انا كمحاضر اخش على اقعد مع ده، اخش اكلم ده لوحده دلوقتي وانا في اقول له جوين، كويس. فبيقول لي جوين، اقول له جوين، كويس. كده هيدخلني انا كياسر المحاضر اخش على الاوضه اللي قاعد فيها فلان ده اللي هو التاني مش شايفين. فبصوا دلوقتي انا اهو، انت دلوقتي انا اهو، دي كده الكاميرا بتاعه الموبايل، تمام، وده انا اهو. فبالتالي دلوقتي احنا بقينا في ايه؟ في اوضه واحده بس،
هو شايفنا هو بارتيسيبنت اتنين بس هم، لان احنا كده قاعدين في اوضه منفصله. انا ممكن بقى ايه ساعتها لما هبعت اي رساله هتروح لمين؟ لايفري وان. بس ايفري وان مين؟ ايفري وان في الاوضه دي، فمش هتروح للتالت. تمام؟ او ان انا اطلع ليف البريك اوت روم، هطلع من الاوضه بتاعه البريك اوت دي وهروح للمين سيشن. انا اول ما اقول روح للمين سيشن، تمام، خلاص هو كده هيخلي كل واحد لوحده في اوضته، لكن انا كده برجع للمين سيشن. كويس، بيقول انت في مين سيشن اهو، تمام، وهيبتدي هنا اقول له اخش تاني في البريك اوت رومز واقول له كلوز اول روم، خلاص رجع لي الناس تاني. فايه بيقول لي في 60 ثانيه الناس هترجع فيها، وعمال وبيقول للناس انت هترجع للمحاضره بعد 54 ثانيه، 53 ثانيه، 52 ثانيه، 51 ثانيه. ممكن واحد لوحده يقول له طب ليف ناو، يعني ممكن واحد ما استناش الكاونتر اهو، لو قلت له ليف ناو من الموبايل بصوا هتلاقوا ان الياسر نكسس طلع، يعني دلوقتي هتلاقوا ده الاوضه دي اتقفلت وده طلع منها لانه ما بقاش موجود في البريك اوت روم. شايفين نوت جويند، خلاص اهو ادي الموبايل طلع تاني ورجع لي، راجع هو للكورس بتاعي. الثاني لسه فاضل له ايه؟ لسه فاضل له 22 ثانيه ويطلع من الروم بتاعته ويرجع ينضم لينا تاني. انا يا اما اسيبه وكده فاضل 11 12 ثانيه، لو سبته هو هيقطع ويرجعه لي اوتوماتيك على الميتنج روم بتاعتي على طول. تمام، وبالتالي انا كده عملت بريك اوت كده، خلاص هو بيقطعه، قطع عليه هناك وبيطلعه بره الريست روم البريك روم ده وبيرجعه لي هنا تاني. دلوقتي هيظهر دلوقتي معايا تاني اهو، ظهر تاني الجهاز اهو. كويس، اللي هو اصلا ايه، ما اصلا كان قافل الكاميرا، اللي هو ممكن دلوقتي الطالب في اي لحظه يقول له ايه شغل لي الكاميرا، هلاقي الكاميرا الثالثه بتاعت الجهاز التالت اشتغلت. تمام، وهكذا يعني. طيب احنا كده خدنا ايه رياكشنز، طبعا دي يعني كده انا مبسوط منك بسقف لك، بختار الفلان الفلاني وهكذا يعني، بسقف للناس بتاع دي حاجات رياكشنز. اللي عاوز اقولها لكم تاني في الجزء بتاع الشير سكرين، الادفانسد شيرنج اوبشن دي، الادفانسد شيرنج اوبشن دي مهمه قوي. دي اتكلمنا عليها، مين اللي يقدر يعمل شيرنج، اي حد بيعمل شير ولا الهوست بس، اي هنا كده اي حد يقدر يعمل شيرنج. وكده الهوست لو قال ان هو عاوز يشير فهيشير اوفررايد الناس. انا كده لو قلت له شير، دي البرامج قلنا اللي شغاله اقدر اشيرها، لكن هنا في ادفانسد. بص بقى، ممكن اخد بورشن اوف سكرين، فممكن ابعت للناس حته من الشاشه مش كل الشاشه لو مش عاوز ابين لهم كل حاجه عندي موجوده. ممكن هنا اشير بس موسيقى من الجهاز بتاعي، ابعت بس موسيقى او من الكمبيوتر ساوند بتاعتي. دي مهمه قوي ان انا ابعت كاميرا تانية، بمعنى ان انا لو كان عندي كاميرا تانية، كاميرا متوصله بجهاز، كاميرا تانية ويب كام بص على حاجه تانية، في مثلا عندي معمل او في كاميرا محطوطه على تجربه معمليه، فاقول له اختار ايه، اختار الكاميرا التانية، ما بقاش بياخد الكاميرا بتاعتي بس، يبقى انا كده بشير الايه الكاميرا التانية. او ان ده الفايلز اللي احنا قلنا عليها، ان انا اقدر اشير ايه، اشير فايلز من هنا، ابعت من جوجل درايف بتاعتي حاجه للناس بتوعي، فاقدر ابعت ملف للناس بتوعي كلهم من الشير. كويس، يعني كده احنا عدينا تقريبا على كل النقط. السيتنج العاديه بقى دي احنا هتلاقوا اغلبها احنا عدينا عليه في السيتنج اللي في اول محاضره عمليه. حاجات يعني بسيطه هتلاقوها مختلفه هنا، ولكن حاجات مش كريتيكال يعني الاكسسبيليتي والكيبورد شورت كات وحاجات كده، دي حاجات مش فارقه كتير معانا. لو كان عندي في الكمبيوتر بتاعي اكتر من كاميرا، لو عاوز اصور بوايد سكرين او لا، عاوز ابعت اتش دي فيديو ولا لا، لو قلت له اتش دي الكواليتي هتبقى عاليه جدا، ولكن طبعا الباندويتس هيروح. في التاتش اب ماي ابييرنس ده، دي ناس كتيره بتحبه، بيقول ان هو بيعمل نوع من انواع البلورينج كده، يعني بيخلي صوره الشخص شكله احلى، ما بقاش حاد، يعني ما بقاش الموضوع حاد فيه. ممكن اعمل سبوت لايت على الفيديو لما اتكلم، يعني لو انا ساكت
الفيديو بتاعي او الكاميرا بتاعتي مش لازم تبقى هي واخده المكان الكبير، اول ما هتكلم السبوت لايت هيمسك على طول الفيديوهية بتاعتي ويكبرها وهكذا يعني. ف يعني امكانيات كتيره لزوم كده. احنا عدينا على كل النقط بتاعتنا. انا كده هفتح الكاميرا بتاعتي. انا قلت له ايه؟ قلت له ياخد سبوت لايت بتاعتي على طول اول ما اتكلم. انا كده المفروض ان انا، هل انا فعلتها؟ سبوت لايت وين توكينج. بس انا اصلا لو تلاحظوا انا ايه، قافل الصوت، انا قافل الصوت عشان التكرار يعني. بس بص دلوقتي اول ما اتكلمت ابتدى يجيب الكاميرا بتاعتي على طول، هي اللي تاخد السبوت لايت عشان هي اللي ماسكه الحاجه. اول ما قفلت المايك راح راجع لكاميرا تانية من بقيه الناس يعني. اقفل بقيه الناس. انا ممكن اقول له ميوت اول، لا اقفل على كل الناس. او انا هنا لو قلت له ميوت اول بقفل على بقيه الطلبه بتوعي كلهم الصوت، بدي له اوبشن ان البارتيسيبنت الطالب بتاعي يقدر يفتحه تاني ولا لا. فانا ممكن اقول له لا ما توافقش ان هو يفتح، يعني كده الطالب المايك مقفول عليه هو مش هيعرف هو يفتحه. تمام، ابقى انا المتحكم، انا الوحيد اللي اقدر اقول له افتحه، ما يبقاش هو انا اعمل له ميوت وهو يرجع يفتح الميوت ويتكلم فيه تاني. تمام. بس كده ده كده يعني الكورس كامل وبكل تفاصيله. الزوم ابلكيشن سهل وجميل وقوي قوي. احنا في وقت قياسي ان احنا نشتغل بالزوم عشان مراكز التدريب، عشان المدارس، عشان الجامعات، عشان المعاهد التدريبيه، عشان البيزنس كورسز. وقتنا مهم قوي دلوقتي ان احنا نشتغل بيه. وزوم عارف ان احنا دلوقتي في مشكله، في كريتيكال او في ديزاستر بيريود يعني، فهو بيدينا امكانيات يعني. انا بعد ما عملت معاكم الكورس اللي فات، السيشن اللي فاتت، لقيته بعد بيقول لي ان انا هفتح لك الليمت ال 40 دقيقه عشان الوقت، عشان احنا متفهمين الوضع الحالي وبتاع. فهم يعني الناس ايه، ناس الى حد بعيد ناس كويسين ومحترمين يعني. عاوزين نجرب بقى شغلنا ونبتدي نكمل دراستنا ونكمل منهجنا ونكمل دوراتنا التدريبيه، وان شاء الله على خير. شكرا.